اللعيبه فين؟ في حته 2 3 متر ويحطها لعمرو جمال بالفن يا ولد يا لعيب. حلوه حلوه من رمضان خلاص لعبته يا جماعه. سجل بقى زيها هو وخلصها في لقاء كرتيفو وحطها في المرمى في واحده من احلى اهداف رمضان هذا الموسم. انما رمضان صبحي الفتى الذهب الجديد للنادي الاهلي والكره المصريه. مارتن يول الراجل ايه؟ فاق باعصابه الوقت اللي فات. انما لقاءين في